اسمي محمد الأغواني وبشتغل من بداية الثورة بمجال التمريض والتصوير الشعاعي. اشتغلت بعدد نشافي بالغوطة الشرقية، والبعض منا تعرض للقصف بشكل كامل. تقريبا ما في نقطة أو مشفى اشتغلت فيها بالغوطة الشرقية ما تعرضت للقصف. وبعد ما تهجرنا بعام 2018 تقريبا بداية العام 2019 باشرت العمل هنا بمشفى الشفاء. هلا حقيقة يعني ما أول مرة بستهدفوا المشفى أو محيط المشفى، تقريبا مرت عدة مرات، أربع مرات القصف يكون بمحيط المشفى. حادث امبارح بالبداية كان في قصف راجمة محيط المشفى تقريبا، كنت أنا موجود بالإسعاف أنا وزملائي بالعمل، فجابوا لنا شهيد وثلاث جرحى نتيجة يعني استهداف راجمة حوالي 10 صواريخ. فالحمد لله عالجناهم. بتعرف وقت بيكون في جرحى فإجباري بيكون الأهالي موجودين، ممكن في تجمع يعني نوعا ما كلهم كانوا موجودين بهذا الممر. بعد بثلث ساعة نص ساعة بعد ما العالم تجمعت هون استهدفونا براجمة تانية. طبعا أنا بهي اللحظة كنت موجود بالمخبر أنا ورفقاتي، وكل الموجودين كانوا بالممر هون استشهدوا كلياتهم الله يرحمهم. طبعا فجأة لمعت الدنيا، سمعنا يعني صوت انفجار كبير بقال وصار ينزل قرميد فوق راسنا أنا ورفقاتي. فبهي اللحظة أنا احتميت فورا وطخيت راسي على الأرض، شفت بقى الدمع نزل من راسي أنا واللي حولي، رفقاتي صاروا يصرخوا تصورنا تصورنا. بهي اللحظة كنت إنه أنا عم موت، وقت شفت الدم من راسي خلاص أنا خلال ربع ساعة ثلث ساعة ممكن موت. بهي اللحظات يعني أنا حاولت إني أطلع من المخبر لكن ما قدرت، لأنه الأرض كانت كلها إزاز. أول ما وقفت على رجلي يعني فات شظايا جازي برجلي، ما قدرت أتحرك أبدا، ضلت فترة دقيقتين أو ثلاثة على الكرسي. أول شيء بهي اللحظات كانوا بقى عم تجيني اتصالات من رفقاتي برات المشفى إنه بس يعني إلي يطمنوا عني بتل أول مرة. فأنا فورا سحبت الكاميرا بدي احاول بس طمن رفقاتي انه الحمد لله انا واللي حوالي بخير ان شاء الله، يعني لا ينشغل بالكم. وطلعت من المخبر. فانا وطالع ما تخيلت حجم المصيبه والكارثه اللي كانت موجوده هون. الممر هذا كل العالم اللي كانت موجوده فيه كلها ميته. فاول مره طلعت شفت بقى هون الله يرحمه اول جثه ثاني جثه ثالث جثه. المشهد يعني هون كان صادم صراحه. راح حاولت كمل التصوير، كان بدي كمل التصوير لكن الدم نزل من راسي على الجوال على الهاتف ففصل الهاتف، يعني ما طابع تصوير ابدا. والا المشاهد اللي كنت عم كمل فيها كانت صادمه اكثر لسه من التصوير اللي صورته باول نص دقيقه او باول دقيقه فقط. يعني احيانا او عاده بتنزل القذيفة الهاون مثلا تقتل المدنيين، لكن نوعا ما بكون ملامحهم لسه معروفه، هذا طفل هذا امراه، هي اشلاء. امبارح الاشلاء ما واضحه، يعني كميه صواريخ ما تقول ضربه راجمة الا تقول هذا صاروخ طياره. نحن بالغوطه صواريخ الطياره هيك كنا متعودين على دماره وعلى اثاره، الاشلاء كلها بيقلب بعضها. هاي الحاسه رجعتني لاول حاسه من تعرض فيها القصف بمشفى الفاتح بعام 2012، كلها يعني حوادث مؤلمة ما فيك تتأقلم عليها. يعني والله اللي بيقول لك تعودنا، لا ما بتعود، هي مشاهد صادمة بالنهاية. ما حدا بيتعود على فقدان الأخ أو فقدان الأب، أو هي أمور ما فينا نتعود عليها أبدا. والله هلا موضوع الخطورة بالذات للكوادر الطبية على أرض سوريا كلياتها هذا أمر يعني مفروغ منه. دائما من بدء الثورة أكثر الأماكن المستهدفة هي المراكز الطبية. يعني حتى أيام الغوطة كنا نعاني بعض الأحيان وقت مجموعة أو حدا بده يفتح مشفى فجيران يخافوا كثير، يعني إنه يا أخي نحن هيك حنستهدف. المجتمع الدولي كل قرارات وصفة حبر على أوراق، يعني من 2012 لهلا تحاسب النظام أو تحاسبت روسيا أو حزب البيكاكي أو قوات السورية الديمقراطية على استهداف نقطة طبية؟ أبدا، بس قرارات وتنديد، وهذا الشيء يعني فقط عم يعطيهم وقت لأنه لصالحهم مو لصالحهم. لهلا ما في أي قرارات حازمة بتحمي الكوادر الطبية أو المشافي. وهي المشافي بالنهاية يعني بالأحوال العادية وقت القصف العالم كله بتركض عليها، وقت القصف العالم كله بتركض على المشافي. فكيف أنت عم تقصف المشفى اللي زين بهي بأصل جاية تتعالج، يعني جريح عنه صار شهيد. وكل مرة طبعا إذا ما كان في أي قوانين دولية أو أي شيء يمنع هالنظام المجرم أو هالأحزاب المجرمة من هالاستهداف، أكيد بتزيد بإجرامه وحتزيد الكمية وحنقصف مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، وبالنهاية الضحايا هن المدنيين أولا وأخيرا. بالنهاية هذا مجالنا، يعني
بناي هذا مجال وان شاء الله خدمه للناس باذن الله. وانت طلعت بثوره بدك تكمل يعني وتعالج هالناس اللي ما لها علاقه بشيء. ولا مره تعرضت للقصف وحاكيت حالي انه انا لازم اترك هذا العمل ابدا، ما حكيت حالي نهائيا، لان انا من البدايه كنت على بينه انه خلص انت هذا المجال بلشت فيه بخدمه العالم ان شاء الله بدك تكمل فيه. ما حكيت حالي ابدا انه والله اترك المجال والتفت لغير مجالات نهائيا.